السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد الرحمن محسوب في قناة NBA Reviewer 2018. شكرا يا جماعة على السبسكرايبز اللي انتوا عملتهولي واللايكس والفيوز، واتمنى كمان السبسكرايبز يزيدوا. طبعا دلوقتي عندنا هنا هنعمل فيديو عن طبعا من احسن الاهداف اللي دخلت في تاريخ NBA، وكمان هنشوف حاجات تانية بس بعد ما نشوف الفيديو ده. الاول نبدا باول حاجه اليوتيوب، نخش هنا نشوف بقى ايه. صراحه ما دخلت، هتشوف حاجات يعني فشيخه. اهو جماعة ثانية واحدة بس عايز اوريك حاجة. انا جالي 1 سبسكرايبر، احب اشكره واتمنى اتمنى السبسكرايبرز يزيدوا، اتمنى يعني. وفي هنا لغاية دلوقتي عامل 3 فيديوهات، وفي لايكس كمان زهروا عليها، فاتمنى كمان يعني اتمنى ال السبسكرايب دول يعني تنمو سبسكرايب. هنا دلوقتي بص هنعمل NBA. بص يا جماعة، اللي شفناه على اليوتيوب ده كان صحابي لما قالوا لي انت يعني كان ليك في الدوري ليك انت في، فانا قلت يعني اكتر هواية بحبها وليا فيها ممكن اعمل عليها اليوتيوب، واكتر هواية بفهم فيها وبمارسها وبعرف العبها هي باسكت. انا فعلا بلعب باسكت في سموحة وبحب الباسكت جدا وافهم اي حاجة في الباسكت، فانا قلت بقى اعمل قناة يوتيوب اتكلم فيها على باسكت اكسب فيها بدل اعمل اي قناة. ويعني اصلا في الاول عملت قناة كمان مجبتش سبسكرايبرز كتير، انا اصلا مكنتش عارف الفكرة بتاعتي تبقى ايه، يعني الفكرة نفسها بس للأسف بقى يعني هو الفكرة نفسها مكانتش يعني الفكرة الأولى. انا كنت بحاول اعمل حاجة كوميدية زي شادي سرور، نادر احمد، هيكرت وينز كده، بس انا يعني مش منفعتش، مش انا من النوع اللي انا معرفش اعمل كوميديا اوي، انا اعرف اتكلم عن حاجات اوصف كده اشرح الحاجات واستكشف كده زي ما بعمل دلوقتي. يعني تعالى بص هنا يا جماعة، هنبص حاجات رائعة جدا. أول هدف معانا هنا، أول هدف يا ولا يا فشيخ، ده فريق ميامي تقريبا صح؟ يا ولا خدمكم يا جماعة، الهدف ده دخل في 2005. اوه يا لعيب انت يا ولا، بص بقى ده يا ولا. تعرفوا يا جماعه براينت دخل، لا مش براينت، تقريبا واحد في اسمه في جولدن ستيت ووريرز تقريبا اسمه تشامبرلين، في 2010 دخل هدف من عند باسكت، يعني مثلا من بعيد، لا ابعد من حته، هم مش من النادي خالص، دخل من عند الباسكت بتاعه لغايه الباسكت بتاعهم، عمل يعني حاجه عظيمه جدا الصراحه. هو اكيد الهدف اللي انا بقول لكم عليه ده اكيد موجود، اكيد هيكون موجود هنا او تقريبا مش عارف. يا ولا جامد، ده رقم 2 ده مين ده؟ ده مايكل فيم، لا ده مايكل فيم اه، ده كان لعيب حلو كمان مايكل فيم. يا ولد رفقة مع الناس دي كان ليها تمرينات معينة للإيد، يعني شوفوا مثلا مرة واحدة جم كده مع التمرين مع الثلاثية اتعلموا ان هم ازاي يشوفوا من بعيد، لا الناس دي كان ليها تمرينات. عارفين يا جماعة عندهم في الام بي ايه بيجيبوا كده حاجة في الجيم، يعني حاجة زي الجيم كده، في الجيم كده عندهم هو مكان زي الجيم، مكان بس في يعني
رياضات بقى وحاجات حاجات كل الرياضة تخص الباسكت بس. فكانوا عندهم في البتاع دي اللي هي الجيم دي جايبين سور، يعني حاجة زي سور بس مش سور قوي، يعني سور كبير. السور ده بقى ايه، بينطوا عليه ينزلوا تاني، ينطوا عليه ينزلوا تاني. وفي بقى ايه سور، وفي تمرين اللي هما بيبدلوا بالرجل، بيعملوا 50 عدة. ده بقى اللي هو بيساعد رجليهم ان هما ينطوا ويطيروا في الهواء. حتى تلاحظ ان معظم اللعيبة ينطوا ويتشعلقوا في ال، يمسكوا في البتاع يطيروا في الهواء، يمسكوا الحلقة ويرزعوا عليها. دي اسمها دانك، اسمها دانك دي بقى عشان من كتر التمرين اللي بيعملوه. انا التمرين ده انا بتمرنه خلي بالك، بس بتمرنه على صورة اقصر. انا كل مدى اكبر كل ما مدى اخد صور اعلى. عشان كده يعني انا عندي هداف الثلاثية الاماكن البعيدة دي. وايدي كمان حلوة، يعني اعرف يعني في كل شوط انا شوطها 80% ممكن تيجي. انا كمان بحب اوي الحاجات دي. اول فيديو ثانية واحدة. والله كان في 2006 كان في حاجة حادث تقريبا، كان مش عارف واحد جاء ده. ايام بقى لما كانوش عملوا بتاع التكنولوجيا الحلوة دي اللي هم لزقوا الشبكة بتاعت الباسكت في الإزاز نفسه. لأ هو في 2006 و2005 والكلام ده كانوا لازقين البتاع بالمسمار، فكان ضعيف، فكان كان شايف دنك، كان اي حد يعمل دنك كانت تتكسر. فجان عيب في 2006 عمل دنك واتكسرت وقع عليه واخد اصابة، وقع على راسه تقريبا، اخد اصابة 6 شهور بلعبش، يعني اقول سنة، قول سنة بس. هو بص هنا بقى، دي افشخ فيديو صراحة، فيديو فشيخ. بص يا بص يا بص 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 ده عمل ايه، نهار ابيض. اه دي كمان بقى اسمها التكنولوجيا دي كانتش موجودة، اللي هما كانوا يلزقوا البتاع في المسمار، كان بيلزقوا البتاع دي في المسمار، هما كانوا المفروض يلزقوا في الازاز، الازاز تفضل ثابتة حتى مع الدنك. بس بقى في ايام كده، ايام يعني ايام زمان ما كانش فيه بقى اللي هي المسمار بقى، ما كانش فيه مسمار، كان فيه اللي هو اللي كانش فيه الإزازة يلزق، كان فيه مسمار ضعيف يلزق. وصل لعيب جماعة بيعاند معاه مش خاطر، يعني بيقول لهم على الأقل عملت ضنك. بص يا جماعة خلاص ازاي.